السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ احنا النهارده مع درس جديد اسمه الخصائص الطبيعية للبيئة الزراعية، وده بطريقة الخريطة الذهنية مع دراسات اجتماعية للصف السادس الابتدائي. تعالوا مع بعض نتعرف على ما هي البيئة الزراعية وما هي مناطق البيئة الزراعية في مصر. قبل ما نتعرف على مناطق البيئة الزراعية في مصر، تعالوا الأول نعرف ايه هي البيئة الزراعية. البيئة الزراعية هي التي يتوافر بها مقومات الزراعة وما يربطها بها من أعمال أخرى. تعالوا بقى نتعرف على ما هي مناطق البيئة الزراعية. توجد البيئة الزراعية في كل من تلتا نهر النيل ووادي النيل ومنخفض الفيوم. طيب تعالوا مع بعض نتعرف على تلتا نهر النيل. تبدو في شكل مثلث كبير، وتمتد قاعدته على ساحل البحر المتوسط ورأسه شمال مدينة القاهرة. كمان بتزيد مساحة الأراضي الزراعية على 55% من جملة المساحة الزراعية بمصر. وكمان بيوجد في دلتا نهر النيل 10 محافظات: محافظة البحيرة، محافظة الشرقية، محافظة الغربية، محافظة المنوفية، محافظة كفر الشيخ، ومحافظة الجهلية، محافظة دمياط، ومحافظة القليوبية، محافظة الإسكندرية، محافظة الإسماعيلية. على جانب هذا، توجد بعض مناطق الدلتا لا توجد بها الزراعة مثل الأطراف الشمالية للدلتا ومناطق المدن. طب يا حبايبي، ليه ما بيوجدش في الأطراف الشمالية للدلتا زراعة؟ تعالوا مع بعض نعرف ايه هي الأسباب. بسبب ارتفاع نسبة الملوحة لقربها من البحر ووجود المستنقعات وانتشار الرمال. طب تعالوا يلا مع بعض يا حبايبي نتعرف على ما هو وادي النيل. وادي النيل امتدادا طويلا لأقل من 1000 كيلومتر، حيث الأراضي الفيضية الخصبة على جانبي نهر النيل، ومساحة الأراضي الزراعية كمان بالوادي بتبقى نصف المساحة المزروعة بدلتا نهر النيل. وبيوجد بالوادي كمان 9 محافظات: الجيزة وأسيوط وبني سويف وقنا والفيوم والمنيا وسوهاج والأقصر وأسوان. على جانب هذا، توجد بعض مناطق الوادي ما بيكونش فيها زراعة مثل الأجزاء التي تقع في البيئة الصحراوية. وكمان بيوجد داخل مجرى نهر النيل أكثر من 300 جزيرة بداية من الحدود المصرية السودانية، وبيوجد مناطق داخل الوادي لا يوجد بها زراعة زي القاهرة والجيزة، فأراضيها زراعتها قليلة لزحف العمران عليها. طب تعالوا مع بعض نتعرف على ما هو منخفض النيل. يبقى احنا اتعرفنا على دلتا نهر النيل واتعرفنا على وادي النيل. تعالوا بقى مع بعض نتعرف على منخفض الفيوم. منخفض الفيوم يا حبايبي اقرب المنخفضات الصحراويه لوادي النيل، وكمان بيقع على الشمال الغربي من الوادي. يتصل بنهر النيل عن طريق بحر يوسف الذي يدخل المنخفض من جهة الشرق عبر فتحة اللاهون. وكمان تتكون تربة المنخفض من طمي النيل، لهذا يتميز عن المنخفضات الصحراوية بتربة طينية قادمة من نهر النيل. تعالوا مع بعض نتعرف على ما هي الخصائص الطبيعية للبيئة الزراعية في مصر. الخصائص الطبيعية للبيئة الزراعية في مصر هي احنا عاملينها بطريقة لذيذة جدا، بطريقة الخريطة الذهنية. تعالوا مع بعض نشوفها احنا عاملينها ازاي. السطح والمناخ وموارد المياه والتربة والنبات الطبيعي والحيوان البري. طيب تعالوا مع بعض نتعرف على السطح. السطح استواء سطحه ذلك لان السهل الفيضي الذي يحد النيل من الشرق للغرب مستوى بشكل عام، مما يسهل قيام الزراعة بها. وكمان تتميز أراضي الدلتا باستوائها وعدم وجود تضاريس مرتفعة بها، فهي سهول فيضية متسعة. أما بقى بالنسبة لمنخفض الفيوم، تظهر فيه الأراضي الزراعية بشكل متدرجات واسعة. طب عايزين نعرف يعني إيه السهل الفيضي. السهل الفيضي يا حبايبي هو اللي بيتكون منه ترصيب التربة الطينية التي ينقلها نهر النيل من منبعه. طيب تعالوا مع بعض نشوف المناخ أو نتعرف على المناخ. المناخ بيمتاز بحاجتين: أول حاجة اعتدال ارتفاع درجة الحرارة صيفا وشتاء، وكمان بيقل المطر في فصل الشتاء، عشان كده لا يعتمد على المطر في الزراعة. طيب توافر موارد نهر النيل،
ترتبط البيئة الزراعية بالمياه، وكانت تعتمد في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم على مياه نهر النيل. أقيمت العديد من المشروعات عشان توصيل مياه النيل للأراضي الزراعية عن طريق شبكات الري، منها الترعة والقناطر والسدود. الترعة يا حبايبي زي ترعة الإسماعيلية في شرق الدلتا، وترعة الإبراهيمية يخرج منها بحر يوسف في الفيوم. تعال مع بعض نتعرف على ما معنى كلمة الترعة نفسها. الترعة يا حبايبي المقصود بيها إنها قناة مائية يتم حفرها لتوصيل المياه من النهر إلى الأراضي الزراعية. طب تعالوا نعرف القناطر. القناطر منها القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وقناطر إسنا وأسيوط. طب والسدود؟ السدود طب طبعا كنا عارفين ان مفيش غير سد عندنا، السد العالي في اسوان. طب تعالوا نتعرف على التربه. تربه وادي النيل ومنخفض الفيوم تربه طينيه جلبها نهر النيل عبر الاف السنين ورسبها على جانبيه. تتكون تربه وادي النيل من نسبتين، نسبه كبيره من الصلصال ونسبه اقل من الرمال. طيب يا حبايبي تعالوا نشوف ما هي مميزات تربه وادي النيل. اكيد ليها مميزات. مميزات تربه وادي النيل انها تربه خصبه سميكه سوداء اللون، لذا فهي مهمه لقيام النشاط الزراعي عليها. طب تجريف التربه، ما هو تجريف التربه او ما المقصود بتجريف التربه؟ دي كلها يا حبيبي اسئله مهمه جدا، وركزوا فيها عشان ممكن تجيلكوا في الامتحان ان شاء الله. تجريف التربه لما يجي يسألني ويقول لي ما هو تجريف التربة أو ما المقصود بتجريف التربة، يعني إزالة الطبقة السطحية الخصبة من التربة مما يؤدي إلى تدهور الأراضي الزراعية، وكان ذلك يتم لصناعة طوب البناء. طب تعالوا بقى مع بعض نتعرف على خامسا النبات الطبيعي والحيوان. النبات الطبيعي هو النبات الذي ينمو تلقائيا دون تدخل الإنسان زي أشجار الغابات، وكمان النباتات دي بتندر في البيئة الزراعية. ده بسبب ايه؟ ده بسبب كثافة النشاط الزراعي الذي يمارسه الإنسان منذ آلاف السنين. طب الحيوان البري، الحيوان البري هو الحيوان الذي لم يستثناه الإنسان، لم يستأنسه الإنسان، مثل الذئب والثعلب وغيرهم. وتندر كمان الحيوانات البرية ديت في البيئة الزراعية واتجهت نحو الصحراء. طب يا حبايبي تعالوا مع بعض كده نتخيل ان احنا لابسين خلاص اهوت وذاهبين الى الريف. طب تعالوا نذهب الى الريف كده، نتخيل ان احنا دلوقتي في الريف. هنلاقي ايه في الريف؟ سنجد ايه؟ هنجد النباتات التي يقوم الإنسان بزراعتها زي ايه؟ قصب السكر والقطن والرز. طيب وغير ذلك كمان هنشوف هناك الحيوانات زي اللي بيقوم بها تربيتها الإنسان زي ايه؟ البقر والجاموس. ملخص الدرس النهارده جاي لنا برضو بطريقه الخريطه الذهنيه، وبيقول لك ما هي الخصائص الطبيعيه للبيئه الزراعيه. الخصائص الطبيعيه، من الخصائص الطبيعيه للبيئه الزراعيه القنطره والمصرف والنبات الطبيعي والسد والترعه. ده واجب منزلي يا حبايبي متكون من سؤالين. السؤال الاول ضع كلمه صح امام الصحيح وكلمه خطا امام العبارات الخاطئه فيما يلي، والسؤال الثاني بما تفسر. ويا حبايبي اللي فهم درس النهارده هيحلهولي من خلال نفهم نتعلم ببساطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.